لمزيد من التفاصيل بشأن الكشف الأثري الضخم في منطقة سقارة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار. أستاذ مجدي، بعد التحية، هل لك بداية أن توضح لنا الأهمية التاريخية والإضافة للاكتشافات المصرية الأخيرة بهذا الكشف في سقارة؟ أنا بس برحب بحضرتك وبرحب بالمشاهدين وبقول مبروك مش لمصر، مبروك للعالم كله، لأن أعرف حضرتك بالرغم من الحضارة المصرية موجودة على أرض مصر، لكن كل العالم بيقدر ويمتلك هذا التراث، لأن إحنا الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي لها علم خاص بيدرس اسمها علم الجيتولوجي أو علم المارسولوجي، وبالتالي إحنا بنبارك للدنيا كلها. ويمكن السيدة المذيعة ذكرت حاجة جميلة قوي، قالت إن يعني ركزت على تمثال نفرتهم، أنا بس عايز أبين إن تمثال نفرتهم هو رمز للعطور، تخيل حضرتك إن جدك منذ آلاف السنين عمل إله أو معبود خاص بالعطور، وكان دايماً يمثل عائلة رجل فوق راسه زهرة أو زهور، فإحنا أول دولة في الدنيا، ما تقوليش فرنسا وما تقوليش إنجلترا وما تقوليش الدول دي كلها، إحنا يا فندم أول دولة في العالم كان عندنا معبود خاص بالإيه؟ بالعطور وتصنيعها، وكان عندنا مصانع خاصة بهذا الموضوع، وما كانش ممكن يظهر الكاهن أو الفلاح يروح أرضه أو العامل يروح مكانه إلا لما يحط إيه هذه العطور، وكان دايماً ياخدها معاه كمان في المقبرة بتاعته، يعني معايز في الدنيا وفي الآخرة، أن يكتشف 59 موميا لكهنة بدرجات مختلفة فده بيعتبر شيء رائع. الناس ما تعرفوش إن هو 2500 يعني بيسموه العصر المتأخر، ناس كتير ما عرفش يعني العصر المتأخر، عصر متأخر اللي هو أي متأخر زمنيا بيشمل، لأن عرف حضرتكوا عارفين إن كانت بيحكم مصر أسرات يعني عائلات، فإحنا عندنا من الأسرة 21 للأسرة 30 دي بيسموها العصر المتأخر، فهو متأخر في الزمان ومتأخر في الحضارة، وبالرغم إن مصر في هذا العصر كانت أحوالها السياسية والاقتصادية والثقافية كانت سيئة جدا، ولكن برضه بنقول إن مصر رغم ضعفها إن هذا البلد رغم وجود المحن عليه هيبدأ دايما طاقة نور، فتخيل حضرتك إن رغم ضعف مصر في هذا الوقت العصر المتأخر، لأن للأسف كانت في بعض الاحتلالات وبعض الغزوات، وحضرتكوا عارفين إن مصر دايما يعني إضافة ثقافية وحضارية كبرى، يعني طبعا يا فندم شفت الألوان حضرتك وكنز جديد يعاد اكتشافه. الجميل أو المتابع لهذه الاكتشافات وهذا المؤتمر الصحفي يعني يكتشف أن هذا الكشف تم بأيدي مصرية خالصة وبتمويل مصري. السؤال الآن كيف لوزارة الآثار استغلال هذا الكشف الأثري للترويج للسياحة المصرية وأيضا لإيصال رسالة للعالم بأن مصر ما زال لديها العديد من الكنوز لم تكتشف بعد؟ حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، هو الكشف تم في أيدي مصرية وفي أرض مصرية، في شيء أكثر من رائع، لأن معروف إن علم الإيجيبتولوجي كان للأسف اللي اكتشفه أجانب واللي ترجم اللغة أجانب، وكانت نسبة كبيرة جدا من الأجانب، والعلم ده اللي أساسه الأجانب ما أقدرش ننكر، لكن إن فريق مصري ودي مش أول مرة فقط، ولكن إحنا بقالنا يمكن من ساعة ما الدكتور خالد تولى هذه المسؤولية، وزي ما السيد الرئيس كان دايما يقول لك المصريين، حتى وحضرتك فاكر حكاية المدرب إن إحنا بقى عندنا مدرب وطني، فكان دايما الدولة بتدعم الوطني، فمن ضمن هذا الدعم هو وجود الفريق المصري. ولكن الأهم يا فندم، حضرتك عارف إن وزارة الآثار عاملة فيلم ترويجي لهذا الكشف منذ عدة أشهر وموجود على السوشيال ميديا، فأعتقد إن كل الدنيا العالم سواء يعني سوشيال ميديا أو وكالات أنباء بتبص علينا، فإحنا طبعا بنمثل خير الصورة، وأعتقد إن بكرة أو خلال النهاردة هتلاقي كل وكالات الأنباء بتتكلم عن هذا الكشف، فأنا بعتقد إن مش محتاج دعاية، أنت حضرتك بتقول لو دفعت مليارات الجنيهات والدولارات فيك إن أنت تروج نفسك، أعتقد اللي ما تم هذا اليوم هو ترويج طبيعي ومهم جدا جدا، وبيثبت للعالم قوة مصر النعامة اللي بترسلها الدنيا كلها في ثقافتها وفنها مش مجرد أي شيء. يعني دائما هنا على أرض مصر ولدت الحضارة. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، شكرا جزيلا لك، إضافة حضارية وثقافية جديدة لمنظومة الآثار في مصر.